وانتوا اكتبوا لي بتعليقات اذا عرفتوا من وين هو. انا حسيته مصري. طيب خلينا نسمع ونشوف هذا الشاب من وين وشوفوا الرسمه واعطوني رايكم انتم بالرسمه اذا حلوه ولا مو حلوه. انا حبيتها بصراحه. اوكي مكتوب اهداء الى قناه سارجا. ان جد شكرا ويعطيك الف عافيه. شوف حتى السماعات ما عارف حطها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره اشوف القناه اشترك في القناه وفعل الجرس. اشتركت وفعلت لك الجرس من كل جديد. ويلا نبدا الفيديو. يلا طبعا الفيديو قلت لكم يا جماعه انا شفته. طبعا مكتوب تعليم الرسم ابو ريان. بظن اسمه ابو ريان. تحياتي يا ابو ريان. تحياتي لريان الصغير. اكيد ريان صغير صح؟ اكيد مو كبير. طيب والله يا جماعه فاجأني كيف طلع ملامح وشي دغري. طلع شوف 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 طلع شوف 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 العين جابه صح يا جماعه. العين دغري جابه. يعني ما فايت يمزح. لا فايت يرسم ويمشي الزلمه. طلع طلع والله العظيم وشي. والله هذا انا وشي يا اخي. طلع حتى نفس القميص هذا. هذا الكحلي لهيك انا لبسته اليوم. هذا القميص اللي بلشت فيه بالقناه. يمكن اول قميص يعني طلعت فيه بالقناه بظن. طيب القميص اخذته يا جماعه. وين اللي بيعرف مدينه اشافنبورغ بالمانيا في محل قطع بيورو في جنبه هيك محل بس من هنيك اشتريته. اللي بده يروح يشتري يشتري. طيب هذا هو انا يا جماعه. جد انبسطت فيها. حلوه طلعت يعني بيشبهني. والله ما بيشبهني يا جماعه. انتوا اكتبوا لي بالتعليقات تحت اذا بيشبهني ولا لا. شايفين هذا انا. طبعا هو رسم يا جماعه رسم الصوره تبع القناه. يعني هاي الصوره عمرها سنه ونص تقريبا. كان شعري شوي اقصر من هيك يعني شوي. يمكن كان شعري شوي اقصر طويل بس انه مو مثل هلا. لا هلا كثير صار طويل ما شاء الله. فهذا هو يا جماعة. جد بدي اتشكرك يا صديقي يا محمد جبريل عبد العال حسن. سوينا لك لايك واشتراك وزبطنا الامور. ايه حبيبي شكرا. تحياتي لاهل مصر عم يتابعوا اليوتيوب. يا اهلا بيكم. عاش جدا على 3000 لايك في اول 20 ساعة الفيديو اللي فات. عاش قوي قوي بقى للراجل اللي اخذ اكتر لايكات في الفيديو اللي فات وفي نفس الوقت عمل رسمة ليا. حرفيا متشكر جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الغاليين. بقالنا فترة ما بنسجلش ما بنعملش حاجة جديدة وعمالة اعيد في الفيديوهات القديمة بس ربنا المستعان ان شاء الله وابقى موجودة معاكم على طول. وحشتوني. لو انا وحشتكم قراط انتم وحشتوني 400,000 قراط. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن قناة اخونا المميز جدا ما شاء الله عبقري واستاذ وربنا يا رب يبارك له ويفرحه زي ما بيفرحنا وزي ما فرحني انا على وجه الخصوص. ورسم صورتي وده شرف ليا وانا مبسوطه جدا انها طلعت بالمستوى ده. هو لما قال لي ان هو هيرسمني قلت يا ترى بقى. لما نروح المصورات نقول له داري الحته دي داري المنظر ده ظبط الدنيا. انما ده هيرسمنا بالواقع كما هو والحمد لله ربنا ستير وعدت على خير. قناه اخونا محمد جبريل ابو ريان. ما شاء الله انا نفسي القناه دي تعلى وتكبر لان هو يستاهل. الناس المميزه دي نفسي بجد انها توصل. هو ناس كتير نفسي ان هم ربنا يكرمهم كرم كبير. الاخ ما شاء الله عليه مميز جدا جدا. دخلت عند القناه بتاعته ودخلت اتفرجت على حاجات كتير لان الفيديوهات بتاعته خفيفة بتتميز بالاحترافية. بتتميز ان مساحتها قصيرة فده بيخليك تشوف الفيديو من الاول للاخر وبتبقى مستمتع جدا جدا باللي هو بيعمله. شفت ورسم حبيبتي موني قناة سوبر موني ورسم نيرو ورسم ناس كتير حبايبي وكل اللي ما عرفهمش حتى اتبسطت قوي لما شفتهم. لو انا رسمهم بتميز رسمهم باحتراف وحاجه بصراحه ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعالوا نتفرج على الفيديو بتاعه هو بيرسمني كده نستمتع سوا وبعد كده نرجع مع بعض. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره اشوف القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نبدا الفيديو.
ايه رأيكم بقى؟ بصراحة مذهل، بصراحة ممتاز، الله يبارك لك، الله يفرحك زي ما فرحتني. انا مبسوطة جدا، وعلى فكرة بعت الفيديو يوم ما اتعمل وطلع على طول، حطيته على المنتدى ووصيت الناس على حضرتك لان انت تستاهل. بعت الفيديو لاولادي وبعت الفيديو لحبايبي كلهم عشان يشوفوه، وعلى فكرة اتفرجت على الفيديو كتير كتير من فرحتي انه طلع بالمستوى ده. كلكم هتفرحوا في قناته، كلكم هتتبسطوا ان انتم تتفرجوا على حد ممكن يعلمكم الرسم بسهولة، وحتى لو ما اتعلمتوش هتبقوا بتتفرجوا وانتم. الاسلوب شيق، الاسلوب جميل، الاسلوب احترافي، الاسلوب بسيط، حلو قوي قوي. اتمنى ان انتم كلكم تنوروا قناه محمد جبريل، استاذ محمد جبريل اللي فرحني وفرح ناس كتير زيي. الحمد لله رب العالمين، ربنا يقدره ويفرح الناس كلها، وربنا يا رب يقدرنا ونفرحه ونفرح كل الناس المجتهده. ادخلوا اشتركوا عنده، ويا ريت لو توصلوه ان انتم من عند ماما صفاء عشان يفرح. اللي يروح من عندي يبقى يعني رسول من عندي، رسول من عندي، رسول خير، ويقول له انا جاي او انا جايه من عند ماما صفاء او اختكم صفاء عشان نتعرف على قناتك. شوفوا انتوا هتقولوا ايه باسلوبكم، انتوا ارقى ما الواحد بيتخيل، واتوقع منكم كل خير، واتوقع منكم ان انتوا ترضوه زي ما رضاني وتفرحوه زي ما فرحني. واكون شاكره لكم جدا جدا على وجودكم وعلى دعمكم للقناه الجميله دي، وانتوا عارفين ان انا مش هاجي ولا ادعم ولا اايد الا قناه تستاهل. ربنا يبارك له ويوفقه ويخليكم ليا يا رب حبايبي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم اخواني اخواتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، كنرحب بالجميع. واليوم صراحه في هذا الفيديو بغيت نقدم واحد الشكر وواحد التقدير وواحد الاحترام لصاحب قناه محمد جبريل عبد العال حسن، هذا الرسام اللي صراحه عنده واحد الفنيه كبرى ف رسم البورتري. كيف ما كتشوفوا هنايا رسم وجوه عدة أصحاب قنوات وصاحبة قنوات بصراحة، وكيرسم بواحد الجودة عالية فن ديال طروة ديال أسماء. بصراحة بغيت نقدم ليه الشكر لأنه اختارني نكون من بين الناس اللي رسمهم، وكنت جد سعيدة بصراحة بهذا الرسمة الجميلة. انتما كيف ما كتشوفوا رسمه بواحد الجوده عاليه. انا من القناه ديالي تنقدم له الشكر والتقدير بصراحه، لان بهذه الصوره هذه صراحه دخل السرور والفرحه لقلبي بصراحه، لان باش يختارك الانسان ويرسمك وينشرها في الصفحه ديالو فهذا ما يدل الى على التقدير والاحترام. وانا كنبادل نفس الشعور وكنشكروا من القناه ديالي، وتنقول كاع الناس اللي كيحبوا الرسم يشتركوا في القناه ديالو، تعطي دروس تعليميه رائعه. وانتم غندوز لكم من الفيديو باش تشوفوا الروعه في الرسم عنده. هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره اشوف القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انتما بواحد السهوله وبواحد الفنيه رائعه، انا كنقدم له التحيه والشكر مني له ان شاء الله، وتقدم له كل الدعم والتقدير وشكرا لي لانه اختارني من بين الناس اللي رسم. شكرا جزيلا اخي ابو ريان، واللي حب يرسمو يتواصل معاه وحط ليه الصوره ديالو وهو غادي يرسمو. انتما طريقه رائعه جدا، شكرا اخي ابو ريان، كنتمنى لك كل التوفيق. كيف ما كتشوفوا معايا كرسم كذلك الاسماء بالابعاد الثلاثيه، تقدروا تحطوا لي الاسماء ديالكم وكذلك يكتبها، وكيهديها لكل واحد عنده نفس الاسم، وكذلك حط دروس في تعليم فن الرسم انتما بطريقه سلسه للمبتدئين. ها هو
دخلوا القناه ديالو، والناس المهتمين راه غيتعلموا اشياء كثيره. طريقه رائعه، كنتمنى تدخلوا القناه وان شاء الله غتستافدوا منها دروس كثيره جدا ورائعه اللي عشاق ومحبين الرسم على ثلاثي الابعاد وغيره كذلك. والشكر الجزيل لهذا الفنان اللي اختار صورتي تكون من بين الصور اللي رسمها. كل الشكر والتقدير للفنان محمد جبريل عبد العال حسن.